نزلت لساحة المطار، خرجت لقيت شاب يحمل لافتة فيها محمد دومير بانتظاري. قلت له أنا هو محمد دومير. رحنا داني الفندق، قال لي غدوة الصباح درك نروحوا حذا السيد. رحنا حذا هذا القطري اللي صاحب الفكرة أنه يستثمر معايا. قعدنا، أعطاني اقترح علي العمل في عيادة خاصة. رحت متخوف؟ رحت هادئ؟ كيف رحت؟ هادئ جدا. يعني هي فرصة، وأيضا رحت بقناعة تامة أنه لازم نثبت. هذا أول كان أول سفر لك خارج البلد؟ أول سفر لي في حياتي خارج البلد، ولكن رحت وأنا حتم علي أني ما نرجعش إلا وأنا داير بصمة ناجح. يعني مش رايح مصمم. رحت مصمم مهما وش كانت الظروف ننجح، لازم ننجح ولازم ندير حاجة. فأول تحدي كان الراتب اللي اقترحوا لي السيد. قعدنا، قال لي نديروا 2000 ريال. 2000 ريال القطري يتسمى ولا شيء بالنسبة للإطار. أنا تصدمت، ما عنديش فكرة كبيرة على الأسعار، لكن عرفتها ماهيش مليحة. قلت له لا، ما نخدمش ب 2000 ريال. شحال بالدينار باش يفهم؟ 2000 ريال كانت في الوقت هذاك دير واحد 6-7 ملايين يعني. ولكن هو وعدني أنه قال لي السكن علينا والمأوى والغذاء ونقل كل شيء مع 2000 ريال. لكن أنا ندري أنه قطر فيها الرواتب هي أعلى الرواتب في العالم، وندري أنه الطبيب البيطري في ذاك الوقت كان يدي 7000 ريال مثلا، والفين ريال هو ربما شاف سني صغير وشاف حداثة حضوري في هذه البلاد فحب يدير بزنس. لكن أنا رفضت نخدم 2000 ريال. بعد عيتت لي السكرتيرة، قال لي فكر. عيتت لي السكرتيرة وقالت لي رو قال لك نديروا 3000 ريال، وأنصحك. أنا نصحتني هي مروكية، قالت لي أنا أنصحك ديماري ومن بعد حول خدمتك ولا شوف وضع آخر، ما تضيعش فرصة أول كونترا ليك في هذه البلاد. سنيت الكونترا معاه براتب زهيد، ومن بعد لما بديت نطبع في البزنس كارد تاعي الدكتور محمد دومير طبيب بيطري، ووزع فيها على هذوك اللي فارم اللي في قطر، قدمت نفسي. بدأت الاتصالات تجي، وبديت نخدم التكنولوجيا جديدة اللي هي ليكوغرافية عند الجمل. بديت ندير بصمة في تشخيص إصابة الحركة عند الحيوان، الجمل اللي يضلع ولا الحصان اللي يضلع، وليت بسرعة انتجريت معهم، وليت قادر على اكتشاف الإصابة الحركية هذه مبكرا بالتكنولوجيا الجديدة. فقعدت معه قلت له أنا راني لازمني نخدم معك 50-50 في هذه الشركة. في هذا في غضون 6 شهور فقط من العمل، وقبل لأنه شاف الشركة تدخل في الدراهم، قبل 3000 ريال زائد 50-50 من الأرباح. وليت نقدر نرسل، رسلت لأول مرة مبلغ للدار، درت تحويل. يعني التحويل هذا حسيته فخر، حسيته كان أول تعاون الوالد والوالد إكراميا فقط، لأنه وضع ذاك الحال الوقت أصبح أفضل بكثير من السابق. لكن حبيت لأول مرة نحول دراهم للدار، بعثت لهم فرحوا بها ياسر، دراهم محمد راهو بعث لنا دراهم، حاجة كبيرة بالنسبة لي. ومن بعد رحت للصين. لكن قبل هذا أنت في بدايتك في الجامعة كان لك صعوبات مع اللغة الفرنسية، ولكن في قطر اللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية. نعم. كيف تعايشت مع هذا الوضع؟ هل كنت متحكما في اللغة الإنجليزية أم عدت إلى مرحلة الجامعة بدون الإنجليزية؟ عندهم هي فعلا عندها اندماج قصة كبيرة في قطر، لأنه نفس الشيء بالنسبة لي، وأنا طبيب بيطري متخرج من الجامعة الجزائرية أصبحت أتقن فقط الفرنسية والعربي. لكن العمل في قطر باش تدي لاغريمو فيتيرينير ويعطيك موافقة الحكومية على العمل في دولة قطر لازم تجتاز امتحان. هذا الامتحان سجلت فيه ودفعت لهم شهاداتي، قالوا لي الامتحان في اليوم الفلاني. رحت لقاعة الامتحان وإذا به جاب لي سيجي بالإنجليزية. هذه كانت صدمة، أنا توقعت واحد يجيب لي سيجي باللغة العربية، جاب لي سيجي بالإنجليزية. قال لي لكان اجتزت هذا الامتحان تدي الموافقة في العمل. قلت له هذا انجليزي. قال لي إن معليش أنا عربي نقدر نشرح لك وش راهو يقول. قلت له لا أنا أصلا مش نجاوب، لازم نجاوب بالعربي. قال لي لا، قال لي ماكش متحكم في الإنجليزية، ما تقدرش تدي الموافقة. عاود تركيوليت، حاولت نجاوب ما كانتش إجابة موفقة. هدرت مع هذاك اللي المسؤول على الامتحان، قال لي رانا نديروا دورات الامتحان كل 3 شهور 4 مرات في السنة باش نمدوا لي زاغريمو. رجعت للقطري اللي راني مدير معاه، قلت له اسمح لي ما قدرتش نجيب لاغريمون الرخصه باه نمارس المهنه، اسمح لي. قلت له اعطيني 3 شهور تتعاود تفتح لا سيسيون تاع الامتحان ونجيب الرخصه ان شاء الله. ويعطيه الصحه نشكره من هنا، لانه صبر عليا 3 شهور هو يمشي لي في الراتب وانا قاعد بلا ما نبدا نخدم. وكنت تقرا في الانجليزي؟ كنت قاعد في الدار نقرا في الانجليزي، وسجلت في مدرسه خاصه كان تقدر تقول 20 ساعه من وقتي في دراسة اللغة الإنجليزية. 20 ساعة معناتها ترقد 4 ساعات فقط؟ ترقد أقل من 4 ساعات أحيانا، ما عنديش حتى شيء آخر نديره
حتى الوجبات وليت ناكل فيها وانا قدامي اليوتيوب ولا قدامي الكراس. وسجلت في مدرسه ومدرسه، مدرسه صباحيه ومدرسه اخرى مسائيه. هذوك ال 2000 ريال اللي كنت ندي فيهم 3 شهور ولا استهلكت كل على تعلم اللغه الانجليزيه، ما مرتش 3 شهور حتى وليت قادر على الحديث والكتابه والمحادثه وارسال الايميلات، ودخلت الامتحان حتى مش متريزيت لونجلي الكورونت تاع الشارع، وانما تعلمت الانجليزيه البيطريه لانه الاسماء الاعضاء تبدلت، العينين والقلب تبدلوا كامل. قريت لونجلي العامه وقريت لونجلي ميديكال وقدرت نعاود نفتح ندخل الامتحان وحصلت على لاغريمو فيترينير باللغه الانجليزيه. ثلاث اشهر فقط، ثلاث اشهر قدرت ندير ستيب كبيره في مستوايا في اللغه الانجليزيه ونجحت في الامتحان. طبعا لما نقول لك ما نعرف حتى واحد في هذيك البلاد، لك ان تتخيل انك تقعد امام لجنه رايحه تقيمك فقط من خلال واش راح تجاوب يعني. بعد ذلك حصلت على شهاده المطابقه واصبحت طبيب بيطري معتمد في دوله قطر.